لم يفلح مجلس النواب من تمرير قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، على الرغم من حضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى قبة البرلمان من أجل حسم الخلافات حول بنود الموازنة. حضور السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشة وصحبته الأخوة في وزارة المالية لمناقشة موضوع الموازنة، عندما طرح وابتدت الجلسة كانت المطلب من الأخوان في مجلس النواب على أنه تكون الجلسة سرية بالتصويت، وتم التصويت على أن تكون الجلسة سرية لمناقشة والوقوف على حل المشاكل والإشكاليات اللي موجودة، خاصة موضوع الكرد واتحاد القوى وقسم من الأحزاب والكتل اللي موجودة. نحن ككرد، كقومية كردية جزء من الدولة العراقية، رافضين هذه الموازنة التي همشت فيها حقوق الكرد، وإذا مررت بدون الكرد هذا دليل وإقرار من الحكومة أن الشعب الكردي ليس جزء من الشعب العراقي، إقرار من الحكومة أن الشعب الكردي ليس يعني لا أعتبرهم جزء من العراق والعراقيين، ودليل واضح حقيقة من الحكومة أن هذه الموازنة فقط ل 15 محافظة وليس للدولة العراقية. فيما أعلنت الكتل الكردستانية أنها ستقاطع جميع الجلسات التي تخصص لمناقشة الموازنة، مؤكدة أنها لا تلبي حقوق شعب كردستان، ومؤكدين أن البرلمان قد ارتكب خرقا قانونيا بإدراج الموازنة على جدول أعماله في الجلسة السابقة. احنا مقاطعين للجلسات اللي تكون بها موازنة ككتل كردستانية. اثنين، احنا معترضين على ادخال الموازنة في جلسة البرلمان بدون نصاب، هذا خرق قانوني والخرق للنظام الداخلي. المسألة الثالثة، علينا ان نجلس كأطراف طبعا كردية وسنية وأطراف الأخرى اللي هي مؤيدة للموازنة لإيجاد حل. الكل هم أبناء الشعب العراقي، يعني مثلما أنا أريد حل وأريد إعمار في مناطق الجنوب، على الآخرين أيضا أن ينظروا بهذه النظرة إلى مناطق إقليم كردستان ومناطق الغربية. وبحسب نواب، فإن استمرار الخلاف حول قانون الموازنة ربما سيؤثر على توفير الأموال اللازمة لمفوضية الانتخابات، والذي سيؤثر بدوره على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. من بغداد، فراس الدليمي.